عندك سؤال ومتحير، بالك مشغول وتعبان، انا عند الحل ما تفكر، اسألنا انت السؤال راح نرد عليك، والجواب بايديك عالقاصد تبعنا عالفجر افقام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في هذه الحلقة من برنامج Ask FM، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد ومن خلال أثير إذاعة فجر FM. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني وبرعاية كيندا ماركت شاهد إخوان. في هذا اليوم نحن سنتحدث عن حديث الساعة في موضوع الطقس والأخبار والمناخ وانحباس الأمطار أو تأخر الأمطار والدعوة إلى صلاة الاستسقاء ومدلولات ذلك. يعني بعض الناس يتناقشون في هذا الموضوع، يدلون بدلوهم، يتحدثون عن لماذا تتأخر الأمطار. كثير من الناس يذهبون إلى تحميل المجتمع المسؤولية، فساد الناس، أخلاق الناس، معاصي الناس. البعض الآخر قد يعترض ويقول لا، الموضوع ليس له علاقة بهذه القضية، وإنما هي القضية عبارة عن تبدلات مناخية، عبارة عن تيارات هوائية، منخفضات جوية، مرتفعات جوية، تبدل الانحباس الحراري، تبدل المناخ على الأرض كل فترة من الفترات. إذن هذه يعني كلها، أين الحقيقة تكمن في هذا الموضوع؟ ما هي حقيقة وأسباب تأخر الأمطار وانحباسها؟ هل هذا نعتبره قد يعني يمكن أن نعتبره عقوبة من الله سبحانه وتعالى على أفعال يقوم بها البشر وعلى المعاصي التي يرتكبونها، أم أن الأمر لا يتعدى كونه تغير كما قلت في المناخ أو الطقس؟ لماذا ندعو في صلاة الاستسقاء ولا يستجاب لنا؟ لماذا نرفع كفنا إلى الله سبحانه وتعالى في تأخر الأمطار فتتأخر الإجابة أحيانا؟ إذا كان الأمر متعلق في المعاصي، السؤال الذي يطرح نفسه، طب يعني إحنا لماذا غيرنا لا يعاقب الآن في الدول الكافرة في أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها من الدول التي هي ليست دول مسلمة؟ لماذا ينزل المطر عندهم والغيث وعندنا لا ينزل؟ إذا كانت القضية قضية عقوبة، لهذا السبب نحن يعني أردنا أن نوضح بعض المفاهيم في هذا الجانب، ونوضح ونبين للناس هذا الموضوع، ونحاول أن نضع مفهوما جديدا أو مفهوما واضحا لموضوع الاستسقاء، لا نغالي ولا يعني ولا نضيع، ليس هو فيه إفراط وليس فيه تفريط، أن نفهم موضوع الطقس والمناخ ضمن منظومة الكون وقوانين الكون وسنن الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا أخذنا بعض التعليقات الموجودة، وهي كانت تعليقات كثيرة جدا، يعني حقيقة من المواضيع التي أخذت كم تعليقات كبير، كثير من الناس أدلى بدلوه أعطى رأيه، الغالبية الساحقة من الناس كانت ترجع، احنا كان السؤال إنه ما أسباب تأخر المطر وهل هذا له علاقة مع أعمال الناس ولماذا ندعو فلا يستجاب لنا. فكان كثير من الإخوة علق في الموضوع، كانت الغالبية الساحقة ترجع الموضوع إلى أعمال الناس ومعاصي الناس، ترجع الموضوع إلى تصرفات الناس، علاقة الناس مع الله سبحانه وتعالى. الكل التي ذكرت أن الموضوع هو أمر مناخي، إحنا يعني أنا أخذت بعض التعليقات، يعني حاولت أن أختصر بما يسمح به وقت البرنامج، فاخترت يعني بعض التعليقات اللي ممكن أن تشمل كل التعليقات الموجودة. نبدأ بتعليق الأخ أبو الحسن محمد جلاد الذي يقول: أحد أسباب عدم استجابة الدعاء هو عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. هو برأيه يعني أو هذا
الحديث الذي أتى به لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر. يعني القضية قضية أنه عندما يتفاعل الناس مع المجتمع ويصبح الإنسان إيجابي، إذا رأى معروفا قد ضيع أمر به وحث الناس عليه، وإذا رأى منكرا قد اقترفه الناس نهى عنه وحذر الناس منه. لأن الناس إذا تركت الإصلاح، تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان العقاب أن يبعث الله عليها عقابا من عنده، ثم يدعو الناس الله عز وجل ولا يستجيب لهم. لذلك كان في كلام السيدة أم المؤمنين عندما قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فوجود الصالحين لحالهم يعني لا يمنع العقاب ولا يمنع العذاب ولا يمنع الهلاك، لكن متى يرفع الهلاك والعقاب؟ عندما يكون هناك مصلحون الذين يكونوا إيجابيين في مجتمعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. رامي أبو غوش بعلق بقول: عوقبة الأقوام السابقة لفاحشة كانت تظهر فيهم، ونحن الآن نحمل جميع فواحش وجميع معاصي الأقوام التي عوقبت أجمع، والحمد لله رأفة الله رأفة من الله بنا لم ينزل بنا العذاب، ويمهلنا لتوبة نرجوها لأنفسنا. اللهم أصلح شأننا وأصلح حالنا وهدي أنفسنا لما ترضاه يا رب العالمين. يعني أنا هو جزئين في كلامه، وأنا حبيت أن أعلق عليه عشان جبت التعليق هذا حتى نوضح شغلة في أذهان الناس. إنه يا إخواننا إحنا صحيح يجب أن نقيم أنفسنا، وصحيح أنه لازم أن نفضح الفساد إنجاز التعبير، وأن نضع أصبعنا على مكان المرض ومكان الألم ومصدره، ونقول هنا الخلل هنا الخطأ. لكن أيضا يجب أن لا نبالغ في موضوع جلد الذات. يعني نحن الآن نحمل جميع فواحش وجميع معاصي الأقوام التي عوقبت، هذه المبالغة في الموضوع حقيقة يعني فيها نظر. إحنا أنا لا أخفف ولا أقلل من واقع السيء اللي إحنا بنعيش فيه، وواقع الفساد اللي الآن يستشري في مجتمعنا، لكن نقول إنه جميع معاصي وجميع فواحش الأمم السابقة إحنا موجودة عندنا الآن، هذا يعني فيه قد يعني يؤدي إلى نوع من اليأس في النظرة، ونقول أن الناس هلكوا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أما الجزء الثاني من تعليقه كان تعليق جميل، عندما قال إن رأفة من الله لم ينزل بنا العذاب ويمهلنا لتوبة نرجوها. فحقيقة إنه كثير من الأمور اللي بتحدث معنا في حياتنا، حتى المصائب والابتلاءات، قد يكون لله عز وجل حكمة فيها، لأنه يريد أن يرحمنا ولأنه يحبنا. كيف؟ لأنه إذا ابتلانا عدنا إليه فذكرنا، فرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وأقبلنا على التوبة. وقد يكون تأخر المطر وانحباسه في بعض الأحيان هو من أجل أن يتذكر الناس ربهم وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك هو أصلح لنا، والله تعالى أعلم. الأخ محمد صالح بعلق بقول: في حكمة بتقول إذا قل ماء الوجه قل ماء السماء، وللأسف أغلب الناس قل ماء وجهها. بتشوف الواحد مربي لحيته وما شاء الله عنه، ماشي مع أخته أو مرته هي متبرجة ونص طن مكياج على وجهها. أنا عجبتني المقولة: إذا قل ماء حياء الوجه قل ماء السماء. يعني هناك نوع من الارتباط بين أعمال الناس، هذا رأي الأخ محمد صالح في الموضوع، وأن الله عز وجل يعني يريد منا أن نرجع إليه، وهو بده يركز على أنه خلق الحياة كثير ارتفع فيما بينه. وصحيح أنه أحد المشاكل أو أحد المشاكل اللي بنعيشها هي موضوع الحياة وخلق الحياة. الأخ أبو رزق كوزح يذكرنا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عندما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر خمس أمور وحذر منها، منها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر والقطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا الحديث يا أخوة صحيح يؤخذ به، طبعا ذكر خمس أمور، لكن هذه احنا بتهمنا اليوم، منها ذكرناها انه احد اهم اسباب تأخر المطر وانحباسه، وانه ربنا بده يذكرنا انه بده يقول لك انه انت بتطلب خيري، يعني خير الله عز وجل، بدك تطلب مني اني اغيثك، اني اساعدك، اني اطعميك، اني اشربك، اني انزل لك الماء الذي هو حياة الناس وحياة البشر وحياة الكون، والماء هو اصل الخلق
الخلق الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء اللي انت تطلبه من ربنا وربنا يتكرم عليك فيه، انت ما تمنع الخير اللي عندك. انت لما تمنع زكاة مالك اللي ربنا اعطاك اياها وتحبسها عندك، هذا حق الفقير اللي في مالك، انت يعني تمنعها، فتريد من الله عز وجل ان يعطيك. لذلك الله عز وجل بعلمك وبعطينا درس انه يا مانع الزكاة، شوف احنا كيف لو بدي امنع خيري عن الناس كيف بهلكوا. وانت لما تمنع خيرك عن الناس، هو ليس خيرك، لا، تمنع حق الناس الذي في مالك اللي هو الزكاة، كيف يمكن ان يتضرر هؤلاء الناس؟ فهي اشارة من الله سبحانه وتعالى، وببيلنا انه في هذه الحالة من يمنع الزكاة البهيمة افضل منه، لانه بقول لك الاولى البهائم لم يمطروا، يعني البهيمة اكرم عند الله سبحانه وتعالى من هذا الانسان الذي يمنع زكاة ماله لانها هي لم تظلم غيرها، والذي منع زكاة ماله ظلم غيره واكل حقه، وهو بهذا استحق العقوبة، ويمكن ان تصل العقوبة لكل الناس من تحت راس هذا الانسان مانع الزكاة. الأخ حسام شحرور بذكرنا في شيء جميل وشيء رائع، وهي الإيجابية في النظرة إلى الذات، أو الإيجابية في معالجة الأخطاء وكيف نتعامل مع الأخطاء. بقول المشكلة بتلاقي الواحد فينا بيحكي إنه الناس بتتعامل بالربا والناس مذنبين وظالمين، وبنسى حاله شو عامل. يعني الأولى كل واحد يبلش بحاله، وهذا اللي أنا دائما بحكيه وبأكد عليه، وبشكر الأخ حسام على هذا التعليق اللي بذكرنا في هذا الموضوع. احنا كثير بنقول ما أشطرنا، هس افتح النقاش في أي مجال، في مجال الأمطار مثلا، بتلاقي الناس بسبب المعاصي، بسبب الفساد والمخدرات والزنا وشرب الخمور والنصب والكذب والغش والخديعة وترك الصلاة وسب الذات الإلهية، وبيبلش عد ويحكي ويتهم الناس مجرمين والناس فوقهم المجتمع، وينسى إنه المجتمع هو يتكون مني ومنك ومن أسرتي ومن أسرتك، إنه المجتمع يتشكل منا كلنا. بينسى حاله إنه ينظر إلى نفسه، ينظر إلى أخطاء الناس ويشير إلى أخطاء الناس، وينسى أن يشير إلى نفسه ويتهم نفسه. لو كل واحد فينا من هنا نبدأ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو الواحد فينا بيمشي بنفسه أولا وبراجع نفسه أولا وبقول أنا وين أنا، يعني قبل ما يكون الناس مخطئين، طب أنا مخطئ ولا لأ، أنا مقصر ولا لأ، أنا وين عبادتي، وين علاقتي مع ربي سبحانه وتعالى. كل واحد فينا لو ينظر لنفسه أنه هو سبب تأخر المطر ويريد أن يعالج نفسه، كان انحلت كثير من الأمور. قصة سيدنا موسى مع الرجل الذي يعصي الله عز وجل ولا يعرفه أحد، لما سيدنا موسى استسقى الله عز وجل وقال يا رب أنزل لنا المطر، فقال يا موسى إن أمر العاصي أن يخرج من بين قومك، يعني خليه يطلع من بينكم حتى أنزع لكم المطر. قال فنادى موسى عليه الصلاة والسلام أن أخرج للعاصي، أن أخرج، لم يخرج، مرة اثنتين ثلاثة لم يخرج. قال فنزل الغيث ونزل المطر. تعجب سيدنا موسى، قال يا رب نزل الغيث ولم ينزل المطر. قال يا موسى لقد تاب عبدي. قال يا رب دلني عليه. قال يا موسى سترته وهو عاص أفضحه بعد أن تاب. يعني القضية قضية، إحنا بدنا الناس تتوب، ما بدنا نفضحها، ما بدنا نقول عن الناس فوقهم وتحتهم عملوا وسووا، لا. لو كل واحد فينا نظر إلى نفسه أنه هو هذا صاحب المعصية الذي منع قوم موسى المطر بسببه، وإحنا الآن أنا سبب المعصية اللي منع الناس القطر بسببه، ما نستقل يا أخوة. لو كل واحد يراجع نفسه، ممكن أكون أنا وكثير زيي، لو كل واحد بدأ هيك يغير راح نلاحق المجتمع كله تغير. لكن لو كل واحد قال هي واقفة علي، ما الناس كلها هيك، ولا واحد راح يغير، وراح يضل المجتمع من سيء لأسوأ، وراح يضل غضب الله عز وجل علينا. فالمطلوب أن نبدأ بأنفسنا مراجعة للذات. في الأخ الأخت ماسة أسعد جيوسي والأخ حمزة إبراهيم، أنا يعني جبت تعليقاتهم مع بعض لأنهم هم من الناس اللي علقوا قالوا إنه القضية قضية مناخية. الأخت ماسة بتقول من الناحية العلمية الاحتباس الحراري هو سبب في عدم أو تأخر نزول الأمطار. الأخ حمزة إبراهيم بقول أسباب تتعلق بالمناخ مش أكثر، اصبروا وينزل المطر إن شاء الله. إحنا صحيح إنه المناخ يعني له دور كبير، وإحنا كمان شوي رح نتصل مع الدكتور رأفت المصري دكتوراه تفسير ويحدثنا ويشوف العلاقة بين المناخ وبين أمر الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنعرف انه كل شيء في الكون لا يسير إلا بأمر الله عز وجل. هل من الناحية المناخية العملية الاحتباس الحراري إلها دور في الموضوع؟ يعني ممكن يكون إلها دور، لكن من الذي يتعامل مع الاحتباس الحراري وتعلق بالمناخ؟ هذه قضية بحاجة إلى نظر، هل هي لوحدها ولا في شيء تاني؟ يعني هي بس الوحيد
الوحيد المتصرف وليس للبشر دور في الموضوع. هذا اللي احنا راح نتعرف عليه اليوم في حلقة اليوم ان شاء الله. الاخ توفيق فياض بقول: قبل هذا السؤال علينا ان نتذكر نحن ابناء طول كرم انه قبل عام امطرت علينا في عتمة من النهار حجارة غضب كانذار من الله، يلزم وقفة مراجعة لانفسنا، وهذا افضل جواب، والله يجزيك الخير، وحقيقة هو من افضل الاجوبة. انه احنا بحاجة انه ربنا سبحانه وتعالى يرسل لنا رسائل دائما. مرات بمنع المطر، مرات بودي زلزال، مرات بودي اعصار، مرات بودي زي اللي صار عندنا العام، هاي البرد اللي عمره بحياتنا ما شفناه، اللي وزنت 400 جرام و300 جرام وكسرت كل شيء وصارت الدنيا عتمه، وكثير من الناس عيطت وفكرت يوم القيامه وقلبت الدنيا في لحظات. هذا ربنا بودي لنا رسائل، بده ايانا نصحى، بده ايانا نتذكر، بده ايانا نرجع، بده ايانا كل دير بالكم، هذا انذار لكم، انتم ماشيين بالاتجاه الخاطئ، عليكم ان ترجعوا. فعشان هيك احنا لابد ان نتذكر دائما ونتعامل مع هذه المظاهر المناخية والكونية على أساس أنها رسائل من الله سبحانه وتعالى. الأخ سامر حمدان بعلق بقول: نسبة القروض البنكية في الضفة الغربية بلغت 4.7 مليار دولار، تقريبا 4.8 مليار دولار، و664 مليون دولار في قطاع غزة. يعني بتحكي عن أرقام خيالية فوق الخمسة، يعني خمسة، 5.5 مليار دولار هذه قروض بنكية في الضفة والقطاع. وبقولوا بدكو تشتي، لسنا أهلا لرحمة الله، ولكن رحمة الله أهلا لتصل إلينا، رحمتك وعفوك يا رب. يعني هو بده يقول إنه الأمر لو توقف على أعمالنا لهلكنا، ولو توقف الأمر على ما تقترف أيدينا لعذبنا ولا وقع العقاب علينا ولا انتقم الله عز وجل منا. لكن إحنا إذا كانت أعمالنا ليست أهلا لرحمة الله، لكن رحمة الله عز وجل هي أهلا لأن تتنزل على عبادي، لأن الله عز وجل هو الرحيمين، هو الرحمن، هو الرحيم، الله سبحانه وتعالى رحمته التي وسعت كل شيء كما قلنا. فبرحمة الله عز وجل نمطر، مع أننا نبتعد عن دين الله ونحارب الله عز وجل، وأي حرب أكثر من الربا، لأن الله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذول مين؟ للي بتعاملوا بالربا، أعلن الحرب عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا الكتاب الذي هو منذ الأزل إلى أن تقوم الساعة، هذه الأوامر تبقى إلى في للبشر، فهو أعلن الحرب حتى تقوم الساعة على كل من يتعامل في الربا. فكيف وإحنا عندنا أكثر من 5 مليار دولار قروض ربوية يتعامل بها الناس؟ الأخ رامي بدير بقول: مشربه حرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذية بالحرام، فأنا يستجاب له؟ قال: فيذهب الصالح بما فعله الطالح والعاصي. مشربه حرام، هذا في الدعاء الذي يقول اللي هو: وترى الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. بقول بكمل الحديث بقول: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. هذا اللي احنا بدنا نقول فيه، إنه من أسباب موانع الدعاء إنه الناس تأكل حرام. أكل الحرام من أهم وأقوى أسباب منع الدعاء. الله عز وجل لا يستجيب للذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ويعتدي على أموال الناس. الله سبحانه وتعالى يعني هو في موضوع استجابة الدعاء، هناك أسباب لاستجابة الدعاء وهناك أسباب للابتعاد أو لعدم استجابة الدعاء. وهنا أيضا قال كلام جميل، قال: فيذهب الصالح بما فعله الطالح، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إحنا يا أخوة يعني زي ما قلنا، موضوع الأمطار وموضوع الغيث وموضوع الحباسة أو أن الله عز وجل يرزقنا المطر، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى أن نتفكر فيه، وهي رسائل كل ما في الكون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يتفكرون دائما يتفكرون في خلق السماوات وخلق الأرض، ويتفكرون في كل شيء، يتفكرون في كل ما يجري على هذه الأرض، وفي كل ما يحدث مع الإنسان، على أنه من الله عز وجل وله حكمة، ويجب أن يفهموه على أساس أنه علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع لأنه في كثير مرات وإله علاقة في موضوع العقيدة. إحنا راح نستضيف معنا الدكتور رأفت المصري،
مشاركة عادية. طيب نأخذ هذه المشاركة وبعدين احنا بنشوف الدكتور معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. حياك الله أخي أبو مازن. السلامي لك أول إشي من الرشيح. الله يسلمك ويرضى عليك إن شاء الله ويكرمك حبيبي. في هناك مقولة صحيحني فيها إنه كمية الأمطار التي تنزل سنويا هي واحدة، ولكن رب العالمين يقسمها على الأحياء كلياتها. نعم. يعني انتظر إنه قبل يومين في السعودية وفي قطر زلازل وأمطار هائلة، يعني وتوفي ناس منها. صحيح. اثنين، في هناك نقطة شغلة الربا اللي بتتفضل فيه انت عنه. أنا عندي معلومة إنه رواتب موظفي محافظة طول كرم 15 مليون دولار يقبض منهم 3000 وما توكل البنوك. صحيح. نجي على موضوع قالوا رب العالمين بعد عذبنا مشتردين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإحنا بالنسبة لنا اللي بنعمله هو ربنا بحاسبنا عليه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والشاعر قال لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس. صحيح. وشكرا لك لاستماعك إلي. الله يجزيك الخير ورضى عليك عم بمازن على هذه المداخلة الطيبة المباركة. احنا خلينا نتواصل مع الدكتور رأفت يكون معنا بعد قليل حتى احنا نستطيع انه نسأله ونتواصل معه ونحاول نفهم منه، وهو يعني تخصصه دكتوراه تفسير وهو ايضا اعلامي ومقدم يعني برامج وله باع طويل في مثل هذه القضايا. بدنا نحاول نفهم منه كيف نجمع احنا بين موضوع انه هل هذا له علاقة بأعمال البشر وبين قضية علم المناخ وما هو موضوع التقلبات الجوية والمرتفعات ومنخفضات وسرعة الرياح وما شابه ذلك. هذه يعني قضية كثير لازم مهمة احنا نفهمها في أيامنا هاي ونعرف كيف احنا نتعامل معها. في البدايات احنا خلينا ناخذ سألنا نوزلنا على الشارع وسألنا بعض الناس وقلنا لهم انه هالعلم، حاولنا نشوف الناس كيف تصورها، انه هالعلم المناخ هو عبارة عن علم غيب. تعرف كثير من الناس قال لك، قال المتخصص في التنبؤات الجوية أو علم المناخ أو علم الطقس الخبير قال إنه في منخفض جاي، في مرتفع جاي، في رياح شرقية جاي، في إلى آخره، وبعطيك لأسبوع ولا أسبوعين، وفي بعض الناس بعطوك لأكثر من ذلك. هل هذا هو باب علم الغيب ولا لا؟ هل هذا من باب إنه إحنا بنعرف الغيب أو بنعرفش الغيب؟ هل هذا فيه تأله على الله سبحانه وتعالى والحديث في أمور لا تخصنا؟ وبتلاقي بعض الناس يكون لك كذب المنجمون ولو صدفوا بصير بتهم هذولا بالمنجمين، وما علاقة مثل هذولا الناس في موضوع المناخات؟ هل هم اللي بيحددوا؟ هل المناخ هو اللي بيحدد؟ طب إذا كان هذا الأمر صحيح، طب ليش احنا ما نقول إنه الأمر يعني هو عبارة عن معاصي الناس؟ القضية قضية مرتفعات، قضية منخفضات، قضية أحوال جوية متقلبة. معنا خلينا احنا نرحب وإياكم بالدكتور رأفت. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجمهوركم ومستمعيكم، الله يحفظكم. حياك الله شيخنا، بارك الله فيك. احنا يسعدنا يعني ويشرفنا أن تكون معنا ضيفا على هذا البرنامج، برنامج كاسك اف ام، هذا البرنامج الاجتماعي الذي يبث من خلال تلفزيون وإذاعة الفجر الجديد. واحنا اليوم حاطين موضوع عن انحباس الأمطار أو تأخر الأمطار والاستسقاء وعلاقتها في موضوع المناخ، وهل عقاب للناس ولا مش عقاب للناس. انا حبيت اني ادخلك يعني معنا مبكرا قليلا، بدي اياه انا وياك نسمع مع بعض هذا المقابله اللي عملناها مع بعض الاخوه، طاقمنا نزل على الشارع وسال بعض الاخوه المواطنين في موضوع انه هل علم المناخ هو من علم التنجيم او هو علم الضرب في الغيب وعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وكيف علاقته مع ان الله عز وجل هو المتصرف في الكون. خلينا نسمع الاراء وبعديها بنسمع تعليقك على هذا المقابله. ما بعتقد انه علم الأرصاد الجوية يتعارض مع العلم مع الدين، اصلا الدين بحد ذاته بشجع على العلم، وبالتالي انا بعتقد انه لا، يعني هي دراسي وتوقعات قد تصيب وقد تخيب زي اي نظرية علمية، مرات يعني بجانبها الصواب مرات بجانب الخطا. لكن في مشكلة هنا، احنا بالفترة الأخيرة صار كثير عملية الأرصاد الجوية التنبؤات يعني صار مما هب ودب، صاحب اللي كان عنده علم واللي ما عنده علم، الكل صار يفتي في الموضوع، لذلك حتى بدأت الناس يعني تتجر من الموضوع.
تنبأت عن أمطار ثم لا، ثم يعني صار الموضوع فيه خلل. الأصل أنه يكون لصاحب العلم فقط اللي عنده دراسة أنه يفتي في الموضوع هذا، غير هيك لا. تنبؤات هاي تتنبأ احتمال احتمال تصيب معهم أو تخيب معهم، هذا بيد الله، كل آيات ربنا بغير حال من حال لحال، ما بيعلم فيه إلا الله. أما هم مجتهدين بيجتهدوا أنه راح يصير إشي خلال 30 ساعة، خلال 25 ساعة، خلال 70 ساعة أنه يصير هيك، والمغير هو الله. لا علاقة له بعلم الغيب، بل هو علم دقيق مبني على إحصائيات اللي هي من علم من علوم الرياضيات، فالتوقعات تقريبا بتمسك 90% وفوق 90% لأنها مبني على شيء علمي. الغيبيات هاي الغيبيات علمها عند ربنا، أما البشر إنهم عندهم علم بهذا الإشي مسبق بالغيبيات ما في، وإنما كانت توقعات قبل اللي توقعوها آبائنا وأجدادنا على كوام الملح اللي بحطون بشهر 9 اللي بشوفوا إنه السنة هاي يبقى فيها مطر ولا ما يبقى فيها مطر، وهذا الشيء برضو غير دقيق. الدقيق هي التنبؤات الجوية المبنية على أساس علمية. علم الغيب، علم ربنا، علم الغيب يعني هاي بقدرة ربنا، بس الحالة الجوية، الطقس، الأوضاع، هاي بعلم ربنا بس. يعني التنبؤات لما في مواقع أرصاد جوية مش مش على طول بتصدق، بعد ما بتصدق وعلى ما لا، أما الباقي كله بعلم ربنا. يعني اجتهادات شخصية، يعني خلينا نحكي الأشخاص دارسين وبناء على هاي الدراسات والأفكار اللي هن بيكونوا بصراحة دارسينها بحاولوا يتنبؤوا. أنا بعتبروش بصراحة علم غيب، يعني بعتبره بصراحة دراسات الأشخاص هن بصراحة بحاولوا أنهم يقربوا وجهات النظر تاعتهم أو الدراسات هاي المبنية على الخرائط أو خبرتهم السابقة، أو خلينا نحكي بيكون مبني على مثلا دراسات أشخاص تانية بجمعوها، وهي خبرة متراكمة مثلا بيبنوا عليها. أما هو علم غيب لا، بصراحة علم الغيب شيء تاني بعتبره. كما يعني لاحظنا هذا التقرير، والدكتور رأفت ما زلت معنا؟ معكم شيخنا، الله يحفظك. حياك الله شيخنا. لاحظ يعني كما لاحظنا في التقرير شيخنا انه كان يعني اكثر من الناس عندهم تصور اللي احنا سألناهم انه ليس هو علم غيب وليس هو كشف للغيب، وانما هو علم قائم على قوانين. احنا طبعا هذا ممكن ان نسلم به ونقول فعلا هو علم قائم على قوانين معينه، صاحب المناخ او الارصاد الجويه المتخصص في موضوع الارصاد الجويه ودراسه المناخ وكذا بيعرف انه جاي سرعه رياح، سرعتها هالقد من هالقد بتوصلنا هون، في تيارات هوائيه بارده وتيارات هوائيه ساخنه، ومرتفع جوي منخفض جوي وانزلاقات هوائيه بارده، وبصير كثافه للامطار وبصير كذا، ودرجات الحراره العليا والسفلى الى اخره من هذه القواعد الموجوده، وبقول ممكن انه يكون هناك امطار، ممكن يكون هناك كذا. هذا نؤمن به ونقرر لانه في قواعد معروفه وبيحكوا صح، مرات بتخلف معهم في الموضوع لكن في الغالب بتكون يعني معهم صايبه. كيف نجمع، وهذا السؤال اللي بجوز كثير من الناس ما بيعرفوا جواب عليه، كيف نجمع ما بين علم المناخ كعلم قائم في الواقع العملي، وانه الامطار او نزولها او انحباسها قائم على معطيات مناخيه من منخفضات ومرتفعات ورياح ورطوبه وغيرها، وبين ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. اذا وين اذا القضيه المنخفض اللي بيتحكم ينزل مطر او ما ينزلش، اذا الهواء اللي بيتحكم او الرطوبه اللي بتتحكم في ينزل هواء او ما ينزلش، بيجي الرصد الجو بكل بكرة في مطر، طب وين يعني شو علاقة هذا مع انه المطر بيد الله وانه ربنا اللي هو بنزل الغيث علينا؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. يعني بداية اشكركم شيخ عمار، الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يحفظك على استضافتي وعلى طرح هذه الموضوعات يعني التي لعلها تشغل في الايام الاخيرة اذهان الناس الذين بدأوا يرقبون تأخر الامطار ويستغيثون ربهم سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث وألا يجعلهم من القانطين. وبعد فكذلك أحيي هذا الشعب المثقف، الحمد لله رب العالمين، شعبنا يمتلك ثقافة عالية. نعم لا شك أن هذا علم قائم بذاته وليس علما مبنيا على التخرصات والتكهنات، وليس هو من التنجيم في شيء، بل هو كما تفضلتم مراقبة لحركة الرياح والسحب وسرعتها وطبيعتها، ومتى يتوقعون وصولها وبناء على ذلك يعني يخرجون بهذه النتائج التي في كثير من الأحيان تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة في بعض الأحيان،
لوجود بعض الصوارف التي منعت إتمام هذه الكتلة الهوائية مثلا الباردة أو الممطرة للوصول إلى هذه المنطقة. الله تعالى سبحانه جل في علاه رحمة بعباده قد جعل قوانين في هذه الأرض، هذه القوانين تحكم في كثير من الأحيان التحركات الكونية أو الطبيعية. نرى أنه من رحمة الله تعالى خروج الشمس وشروقها في لحظة محددة في كل يوم، وكذا غروبها وحركة القمر مقدرة تقديرا عظيما دقيقا، ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم سبحانه وتعالى. والله تعالى إنما جعل هذه القوانين في هذه الأرض على هذه الطريقة تسهيلا على الإنسان، حتى يحاول هذا الإنسان أن يكتشف هذه القوانين المودعة في هذا الكون، ويحاول أن يستفيد منها وأن يحسن من مستوى حياته. وهذه الطريقة هي التي سار عليها الناس منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، محاولة اكتشاف هذه القوانين والتوصل من خلالها إلى النتائج التي يمكن أن تحسن حياة الإنسان. قضية المطر والغيث شيء قريب من هذا كذلك، هي أسباب وهذه الأسباب تؤدي إلى نتائج، لكن ينبغي للإنسان ألا يفقد رؤية يد الله تعالى التي ركبت هذا القانون وأخرجته على هذه الهيئة. هذه النقطة الأولى، وأحب أن أعيدها مرة أخرى حتى يعني يكون يعني المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات كذلك على سواء في ضبط هذه المسألة. الله تعالى قد جعل قانون الأمطار على ما نعلم درجة حرارة معينة في جزء من أجزاء الأرض يترتب عليها تبخر للماء، وهذا التبخر إذا وصل إلى درجة تكاثف يتساقط. من الذي أودع هذا القانون على هذه الهيئة؟ الله تبارك وتعالى. كثير من الناس الذين يغفلون عن يد الله تعالى القادرة الصانعة لهذا القانون لا يرون إلا ظاهرا من هذا القانون بدون النظر إلى المسبب الحقيقي في هذا القانون، وهو الله تعالى الذي خلق الكون على هذه الهيئة حتى تصير الأمور هذه الصيرورة، وحتى تسير هذا السير الذي ينتفع به الإنسان. فالنقطة الأولى أن الإنسان وإن اكتشف هذه القوانين في الكون إلا أنه لا ينبغي أن يغفل لحظة، وهذه طريقة المؤمن، في النظر إلى يد الله تعالى المبدعة الصانعة التي وضعت هذا القانون. هذا أولا. وثانيا وهو في غاية الأهمية، الله تعالى لما وضع هذا القانون في الكون ترك هذا القانون ليعمل بطريقة ميكانيكية، ولا هناك أمر متجدد مع كل حالة من الله تعالى ليؤتي هذا القانون ثمرته؟ هل الله تعالى خلق هذا الكون ووضع فيه هذه القوانين لتسير بعد ذلك وحدها؟ أم أن ذلك مرتبط بأمر الله تعالى في كل قطرة ماء تنزل من السماء؟ لا شك أننا نعتقد أن قدرة الله تعالى وإرادته مرتبطة ارتباطا وثيقا بجريان هذا القانون. القانون لا يجري وحده، والدليل على ذلك أن كثيرا من الأسباب التي من شأنها أن توصل إلى النتائج قد لا توصل إلى النتائج في بعض الأحيان. ما الذي صرفها؟ إحنا سبحان الله الآن على وشك الدخول في شهر 12، وللآن يعني لم تكد السماء تمطر شيئا، يمكن أن يقال قد أمطرت السماء علينا. هذا فعلا حقيقة هذا أمر مخالف لما هو معتاد أو لما نحن معتادون عليه. من الذي تسبب بذلك؟ من الذي أمر بذلك سبحانه وتعالى وارتبطت السماء بأمره وترتبط الأرض كذلك بأمره؟ الله تعالى. إذن عندنا نقطتان، النقطة الأولى أن هناك قوانين، نعم نحن نسلم بذلك، وهذه القوانين الله سبحانه وتعالى من خلقها وأودعها في هذا الكون. والنقطة الثانية أنه وإن كانت هناك قوانين إلا أن هذه القوانين لا تسير بطريقة ميكانيكية وحدها،
بل تحتاج هذه القوانين وهذا الكون الذي وضعت فيه هذه القوانين إلى أمر الله تعالى في كل جديدة من جديده، والله تعالى يرزقنا وإياكم الفهم السليم. جزء دكتور هذا اللي بفسر أنه في بعض الأحيان بتلاقي بيجوا لطعون الأرصاد الجوية بقول أنه جاء منخفض، ومرات بحذرونا من منخفض عميق ومنخفض كبير ومنخفض كذا، وبالآخر في آخر لحظات قبل ساعات من قدوم هذا المنخفض بتتغير الأمور، كون طلعوا قالوا لنا أنه المنخفض انحرف عن مساره أو طلع للشمال شوي أو نزل للجنوب شوي فأبعد عن مركزه عن 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 اقتراب من أرضنا أو من بلادنا، فلذلك اختلف الجو واختلفت التنبؤات أو الأرصاد الجوية. سبحان الله، الله تعالى نعم. الرزق لغيرنا فيه بالضبط، ولم يكتب لنا فيه رزق، وهذا اللي احنا بنقوله انه من الذي غير هذا المنخفض اللي قادم اللي غير مساره او عكس مساره او بعده عنا او غير التيارات الهوائية؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي يتصرف في هذا الكون وفي الأسباب. السؤال بده يعني ايضا ينبني، مدام احنا نقر بان الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وانه القضية مش قضية معجزات، هو تصرف في الكون، حبس المطر أو إعطاء أو نزول المطر مبني على قواعد علمية، هذه القواعد العلمية هي التي بيد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا بده يجيب مطر على منطقة بيسر له منخفض جوي مع بيئة مهيئة لاستقبال المطر فبنزل المطر، أو العكس ممكن يصير. إحنا سألنا الناس في استطلاع رأي، من وجهة نظرك قلنا هيك في استطلاع الرأي، من وجهة نظرك هذا استطلاع رأي على مواقع الإنترنت عندنا، قلنا من وجهة نظرك في إن كميات تساقط الأمطار خاضعة بالدرجة الأولى إلى كان الخيار الأول التقلبات المناخية وقوانين الطقس، الخيار الثاني كان أعمال الناس ومعاصي الناس، يعني كميات الأمطار بتخضع لأعمال الناس ومعاصيها، الأمر الثالث أنها غير خاضعة لشيء وإنما هي أرزاق وأقدار يوزعها الله على خلقه. كان 11% قالوا أنه هي فقط متعلقة أو يعني هي في الدرجة الأولى خاضعة للتقلبات المناخية وقوانين الطقس، لكن انقسم الناس حقيقة بين في رأيين. كان 48% من المصوتين قالوا أنه الأمر متعلق في أعمال الناس ومعاصيها، بحسب أعمال الناس ومعاصيها الأمطار بتسقط أو يعني تمنع أو تمنح. 39% يعني رقم قريب أيضا قالوا أنها غير خاضعة لشيء وإنما هي أرزاق وأقدار يوزعها الله على خلقه. سؤال اللي بدي أسأله، ربنا عز وجل بقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني الأمر ليس فيه عبث. إذا كان يعني هل المطر هذا لما ينزل إنه أنا أعطي مثلا أرض بلاد الشام أعطيها كمية كذا، ربنا لما يقدر أرض مصر يعطيها كمية كذا، أرض في أوروبا أعطوا كذا، في أمريكا أعطوا كذا، هل هذا بكون خاضع لقانون في العطاء والمنع، ولا الأمر هيك يعني بيمشي شو ربنا بيقدر لحكمة مختفية عنا، أم يمكن أن يعني في عنا قواعد خلينا نسمي كونية بشرية إنسانية في موضوع المطر والغيث؟ والله شيخنا يعني الإخوة الذين أجابوا بأنه هي أرزاق وأقدار ليست مرتبطة بشيء، يعني أنا لا أقول جوابهم خطأ 100%، نعم هي أقدار وأرزاق يقسمها الله تعالى فينعم على من يشاء ويحرم من يشاء، يقدر ويبسط الرزق على من يشاء سبحانه وتعالى، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويعطي ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شقى منها كافرا شربة ماء، كل هذه المعاني متوافرة. نعم أظن أن الذين أجابوا بهذا الجواب يقصدون ذلك، لكن لا ينبغي أن نغفل عن أن الله تعالى قد أخبرنا وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن بعض الأعمال قد تؤثر في مثل هذا، خصوصا أن مصدر الرزق الرئيسي الذي يعتمد عليه الناس هو السماء، هو المطر، حتى ما يعتمدون عليه فيما يخرج من الأرض على الأغلب هو معتمد على السماء كذلك. والله تعالى قد ذكر لنا كما في سورة الروم قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد عرفنا أن انحباس المطر مصيبة من المصائب لا شك في ذلك، فالعطش والحاجة إلى الماء يعني من أشد ما يحتاج إليه الإنسان في حياته بعد الهواء، ومع ذلك الله تعالى قال لنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وسمى نزول الماء رحمة
كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث. انظر رعاكم الله إلى أنه سمى المطر غيثا إذ إنه يغيث عباده به، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقد رغب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان لما يترتب على الإيمان من فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. كثير من الناس يظن أن الإيمان فوائده فقط فوائد آخرة، وهي الفوز بالجنة والنجاة من النار، وإن كان هذا فوزا عظيما يستحق العمل لأجله ولا شك، إلا أن للإيمان فوائد كثيرة كذلك في الدنيا. ألم يقل الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على الطريقة الإيمانية وعلى الطريقة الإسلامية التي أمرهم الله تعالى بها من التوحيد والعبادة والإنابة، قال لأسقيناهم ماء غدقا. ولننظر كذلك إلى قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مجمل هذه النصوص قد دلنا على أن لأعمال العباد وعلى أن لمعاصي العباد كذلك أثرا في انحباس المطر. والحقيقة بين يدي حديث أحب أن أقرأه عليكم، ما أدري كم بقي من الوقت شيخنا، لكن لعلي أرى في هذا الحديث فائدة يجدر بمستمعين أن يتنبهوا إليها. حديث سيدنا عبد الله بن عمر، أحسن الله إليكم، احنا ذكرناه في بداية البرنامج. نعم دكتور. إذن يعني هذا للحقيقة يدل على أن بعض المعاصي ومن أبرزها منع الزكاة يؤدي إلى انحباس المطر. وقد دخلت والله بعض البلدان فوجدتهم كانوا على حالة كما يذكر كبارهم، على حالة من الرخاء والخضار والغابات المتشابكة والملتف بعضها على بعض، إلا أن الله تعالى قد حول ديارهم إلى قيعان وصحاري فارغة. حتى إنني سبحان الله لما دخلت على بعض المزارع التي كانت ملآنة بالنخيل فوجدت هذا النخيل في حال محزن وقد انقعر، لم أفهم قول الله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر إلا بعد أن دخلت تلك المزارع التي حرم أصحابها من قطر السماء، وإنما كان ذلك لمعاصيهم. والإنسان دائما يتهم نفسه في كل ما أصابه من مصيبة، وهذه الذنوب إذا انتشرت وعمت وصارت ظاهرة لا شك أن الله تعالى يعاقب المجتمع طيب فيها. طيب شيخنا، يعني هذا نوكن في الحديث اللي ذكرناه احنا في البداية بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وهذا حديث صحيح. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن وأنا بدي أطرحه عن كثير من الناس، احنا عندنا هنا في البث المباشر على صفحة الفجر الأخ محمد أحمد بيعلق بقول بس أنتوا لازم تفهموا إنه حكمة الله مش زي ما بتفكروا، الله بيعاقب المذنب يوم العقاب مش بالدنيا يا حبايبي، يعني انتوا بتفكروش انه عقاب بيعاقبه في الدنيا، لا الله بيعاقبه في الاخره مش بالدنيا يا حبايبي. مش شايفين اوروبا زنا وتعري وربا ومعاصي وطول السنه بتمطر عليهم؟ لا ارتباط بين ذنوبنا والمطر، المطر تاخر لاسباب علميه. وبقول رشاد درويش في تعليقات على سؤال التفاعل اللي طرحناه خلال الاسبوع، بقول الناس بتقول ذنوبنا كثيره وقروضنا كبيره، ترى اوروبا بيصلوا التراويح من اليوم وبيدفعوا زكاة أموالهم. يعني فعلا هذا سؤال بيجي على بال كثير من الناس. طب احنا يعني اذا كنا يعني في عندنا بعض المعاصي موجودة في مجتمعاتنا وربنا بيعاقبنا بمنع المطر، بتقولوا عقابه لانه احنا بنذنب، طب هذلاك كفار، هذلاك عندهم زنا وربا وتعري وخمور وكذا كل ما يوجد، وليس بعض الكفر ذنب. طب المفروض انه هيك ربنا عز وجل يعني ما يخليهم مش على الوجود اصلا، يعني اذا القضية مرتبطة باعمال الناس، كيف نجيب امثال هؤلاء؟ والله أولا يعني أشكر يعني أصحاب هذه المداخلات، وحبيبنا محمد كلامه يعني في بدايته كلام الحقيقة دقيق لابد من التنبه إليه وفهم فلسفة الدنيا والآخرة في ضوئه. بالحقيقة الدنيا مكان للعمل في الأصل، والآخرة مكان للحساب في الأصل، لكن الله تعالى أخبرنا أنه قد يعجل بعض الثواب وقد يعجل بعض العقاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وهذه الآيات التي قرأناها دلة على ذلك. ومن شأن المؤمن إذا نظر إلى قضية من القضايا أن يجمع ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها لتستنير بصيرته بما جاءه عن ربه، فإنه مؤمن بأن هذا القرآن من عند الله تعالى،
وقد أخبره الله سبحانه وتعالى أن الإنسان قد يصاب ببعض ذنوبه في الدنيا، فنوقن في ذلك ونسلم له. لكن فعلا أنا معهم في أن هذا السؤال وارد على الألهام، كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الظواهر التي فيها أن كثيرا من الكفار في حالة من الرغد والرفاهية كثير، فكيف نوفق بين هذا وذلك؟ في البداية أنا أود أن أذكر بالحديث الذي مر على لساني قبل قليل، وهو أثر وكان السلف يستعملونه كثيرا في مواطن متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والله تعالى قد يعطي فعلا الكفار الكثير. عندنا في سورة الكهف مثلا قصة صاحب الجنتين، هذه السورة التي يقرأها الجميع في كل جمعة من الجمعة، رجلان أحدهما كافر له جنتان والآخر فقير ليس له جنة، ليس له ولا جنة واحدة، كيف أعطى الله هذا وحرم هذا؟ نعم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ذلك لما سقى منها شربة ماء. والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. طيب كيف أفهم هذه الظاهرة؟ الحقيقة وفرة الماء ورغد العيش قد يكون ابتلاء واستدراجا، هكذا ينظر المؤمن إلى ذلك، ويكون هذا بالنسبة إلى هؤلاء الكفار مبلغهم من النعيم، وقد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. خلينا نقف مع هذا الحديث ونتأمل فيه. الحديث عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك له منه استدراج. ثم نزع هذه الآية، يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مشكلتنا شيخنا إن في كثير من الأحيان نحن أسرى للحظة التي نعيشها، ونقع تحت ضغط الواقع فيما نراه من حياة الكفار والرفاهية التي كانوا يعيشون فيها والتي هم يعيشون فيها، وننسى إن حياة الأمم بطيئة وليست محكومة بحياة الأفراد. أوروبا كانت تعيش في حالة من السوء والتأخر والتخلف قبل قرون بسيطة، في الوقت الذي كنا نعيش فيه يوم كنا مسلمين حقا في غاية الحضارة والنعيم والرفاهية والرغد. الحقيقة الإنسان لا ينخدع بهذا السراب، بل ينظر فيرى أن ما أنعم به على الكفار لعله ضرب من الاستدراج لهم، وأن ما حرمه من النعيم أو من المطر أو غير ذلك من النعم إنما يكون بمعاصيه. فالمؤمن حساس جدا فيما يتعلق بالمعاصي، فهو ينظر إلى المصيبة التي أصابته ثم يبحث بعد ذلك عن المعصية التي ارتكبها، فترتب على ذلك أن أصابه الله بمصيبة. وأنا أذكر في نهاية يعني هذه النقطة قولا للحسن البصري، هذا القول مخيف، قال: إذا رأيت نعم الله عليك تترى وأنت تعصيه فاحذر فإن أخذك وشيك. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. الإنسان معنى الكلام أن الله قد يعطي الكافر نعم ويغدق عليه من النعم كثير، لكن ما الذي ينتظر الكافر بعد ذلك؟ هذه قضية بالنسبة إلى المؤمن محسومة واضحة بينة. جميل، يعني الكلام هذا حقيقة موجود في الآيات، إنه هي عبارة عن مراحل، هي مرحلة إنه ربنا عز وجل يبتلي الإنسان ليعود إليه، فإن استمر في غيه وعن جهيته وتمرده قد يفتح عليه الدنيا حينها، وهذا يكون من باب الاستدراج. المرحلة الثالثة اللي بعد على طول لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، قال بعدها على طول إيش؟ أخذناهم بغتة، فيأتي الأخذ في هذه المرحلة الثالثة. وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فإحنا لساتنا يعني عندما يؤخر الله عز وجل عنا المطر هو يريد أن يرجعنا ويذكرنا، ولسه ما وصلناش لمرحلة الاستدراج وفتح الدنيا علينا ونحن قائمين على المعاصي. أنا أشكرك دكتور حقيقة في كثير من الأمور الرائعة اللي أنا استفدت شخصيا، وأكيد برضو الإخوة اللي بتابعونا استفادوها منك. أسأل الله أن تكون هذه المقابلة في ميزان حسناتك. شكرا لك، شكرا جزيلا على وقتك الذي أكرمتنا به، وبارك الله فيك.
ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، برنامج الأسك أف أم عبر أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، وبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني وكيندا ماركت شاهد إخوان، جزاهم الله خيرا على رعاية هذا البرنامج النافع المفيد لنا جميعا بإذن الله عز وجل. إحنا معنا 10 دقائق ممكن نستقبل فيها أسئلتكم أو استفساراتكم أو مداخلاتكم. خلينا نسمع إذا في حد عنده ملاحظة في هذا الموضوع وكيف ممكن إحنا نخرج منه، وإحنا في موضوع صلاة الاستسقاء مش عارف ليش إحنا الواقع اللي بنعيشه هيك. نستقبل اتصالاتكم على 26849 أو 19088 أو على الرقم الثاني 26899999. أنا بدي أحكي بشغلتين سريعات. الأولى إنه لماذا يتأخر المطر وما هي أسباب تأخر المطر؟ يعني الواحد بيقول هاي المطر تأخر وبكرة جاي منخفض، بكرة جاي مطر، انتو ليش يعني قايمين القيامة يتأخر المطر شهر زمان السنة؟ سنة بيجي بدري وسنة بيتأخر وسنة بيجي طبيعي، شيء طبيعي وبينزل هالمطر اللي بينزل، فنتعامل معه بهذه الصورة. بنقول احنا لا، مش هيك الصورة يا اخوة، واحنا لازم نتعامل مع كل معطيات الجو ومش الجو، الكون كله فيما يحدث معنا، نتفكر ما حكمة الله سبحانه وتعالى، ما هي الرسالة التي يريد الله عز وجل ان يبعث لنا. اذا عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الامور حكم عنده وأن الأمر لا يأتي عبث ولا يأتي، يعني ربنا مش هيك قاعد بتسلى فينا، لا يا إخوة، وإنما الموضوع في حياتنا لازم يكون الموضوع نتعامل مع الكون وقواعد الكون وما يحدث لنا في الكون على أنه رسائل من الله سبحانه وتعالى. السؤال بيطرح نفسه لماذا تأخر المطر وربنا سبحانه وتعالى مش راح يمحقنا في سنين عجاف مرة واحدة ويبعث لنا ابتلاء سنة وتنتين وثلاثة ومرة واحدة يهلك؟ لو بده يهلكنا مش بس بالمطر بيهلكنا، بودع علينا زي ما ودع الأقوام الماضية، زي فرعون أغرقه في الماء، زي عاد أهلكها بالريح الصرصر العاتية التي يعني تركتهم كأعجاز نخل خاوية، أو بالصيحة أو بقلب الأرض زي ما عمل بآل لوط. إذا هذه القضايا المعجزات في إهلاك الأقوام ليست عصية على الله عز وجل، الله عز وجل قادر عليه، لكن الله عز وجل لا يريد أن يهلكنا، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يدمرنا، وإنما هناك حكم يجب أن نفهمها من خلال هذا التأخر حتى بده يرسلنا رسالة. الأول أنا بشوف أنه في هناك فوائد لتأخر المطر، قد تكون هي حكم موجودة في هذه الحالة أو بعضها موجود، يعني قد تكون كلها موجودة أو بعضها موجود. الأول أنه يعني أنا رأيي أنه ربنا بحب نأخر المطر. طب واحد بقول يعني يا شيخ كيف يعني ربنا بحبنا وأخر المطر؟ شو بتقول انت؟ ربنا بحبنا فعشان هيك عاقبنا واخر المطر. هو ربنا اذا بحبنا بعاقبنا؟ يعني شو بلشنا نخربط؟ لا انا واعي شو بحكي، والمرض والرشح مش مأثر علي، لا انا بعرف شو بقول، وبقول انه ربنا عاقبنا لانه بحبنا. طب كيف صارت؟ تماما كل واحد فينا في بيته، لما ابنك يغلط اول مرة بتقوله دير بالك تعيدهاش، إذا عاد نفس القضية بترد تأكد عليه وممكن تصيع عليه وتقوله تعيدهاش. المرة الثالثة ممكن أنت تهدده وتقوله إذا بتكررها كمان مرة أنا ممكن أضربك. المرة الرابعة إذا رد عادها وأصر عليها بتروح طلت شهواي. إذا عاد المرة الخامسة وما ارتدع من الهواية البسيطة أنت ممكن تضربه ضربة قوية أو ممكن تعاقبه بعقوبات أكبر من هيك. كل هذا ليش؟ مش لأنك بتكرهه، تعمل هيك لأنك بتحبه، لأنك لو بتكرهه كان دشرته في غيه في ضلاله في أخطائه، والله لا يرده خليه يروح إن شاء الله بيموت. هيك لو أنك بتكرهه وبتحبوش ولأنك ناكم عليه، لكن لأنك بتحبه أنت حابب أنه يمشي صح، لأنه بدك تمشي صح. نصحته في الأول ووديت له مين يرشده ووجهته لطريق الخير، ما ردش عليك ها قرص الدانه شوي، ما ردش عليك ضربته، ردش عليك عاقبته، وهيك ولله المثل الأعلى بتعامل معنا. إحنا ربنا عز وجل الإنسان ممكن يخطئ، فودالنا الرسل، ودالنا القرآن، ودالنا مين ينصحنا، ودالنا مين يرشدنا، ودالنا مثل هذه البرامج، ومدالنا الخطب والدروس والمواعظ والكتب والقراءات وإلى آخره، كل هذه الأمور التي ترشدنا إلى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ما رديناش ومشينا في طريق الغي والضلال، بيجي ربنا بحذرنا، بيبتلينا شوي،
ما ردناش برد ببتلينا أكثر، ما ردناش برد ببتلينا بإشي أكبر، حتى نرجع. لذلك ربنا شو بقول؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ببرلش بالعذاب شوي شوي حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع له، لأنه بحبنا بده إيانا نرجع له. لكن إذا ما رجعناش واستمرنا في غينا وحتى ختم على قلوبنا وصلنا للمرحلة من الكفر والجحود والنكران لله عز وجل، مرحلة لا عودة، سعيت ربنا سبحانه وتعالى قال خذ الدنيا، بدك الدنيا خذها، لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ملاء. قال فيفتح عليهم الدنيا لاستدراجا لهم لأنهم استمرأوا الباطل وأراد أن يزيدهم في غيهم، فإذا أخذهم أخذهم بغتة، وبكون العقاب وين؟ في الآخرة. وأن نتعاقب في الدنيا وأن يحذرنا الله في الدنيا أهون بكثير من أن يخر لنا العقاب يوم القيامة في الآخرة. فالله عز وجل لما يعاقبنا في الدنيا مش لأنه بحبناش، لا، لأنه بحبنا، بدوش إيانا نتعاقب في الآخرة، بدنا إيانا نمشي صح ونمشي بطريق مستقيم. هذا قد يكون أحد الفوائد من تأخر الأمطار أو حكم تأخر الأمطار. الأمر الثاني يا إخوة إنه موضوع المطر إنه قديش ينزل كثير ولا قليل وين تينزل، هذا قد يكون لأمر لا ندري لعله خير، يعني ما نعرفش احنا وين يكمن الخير. ممكن تأخر المطر اللي صار كان فيه خير وحدث خير، ممكن انه لو نزل المطر كان يمكن يكون فيه شر. زي الان اجى المطر بدري بشهر 9 او بشهر 10، لكن اجى بطريقه كان فيها ضرر بالنسبه لنا، لما اجت حبات البرد الكبيره. في بعض الناس لما ينزل عليهم الغيث بدري بكميات كبيره بصير عندهم فيضانات، وصار عندنا قبل سنه مثل هذا الموضوع. اذا موضوع كثره الماء او قله الماء هي لا ندري اين الخير فيها، فاذا منع احيانا قد يكون فيه الخير، لأن الله عز وجل شو بقول في كتاب العزيز؟ اسمعوا هذه الآية، قل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل ينزل بالقدر الذي ينفع عباده، أو يعني ممكن يكون إنه قلل من الكمية حتى الناس تصحى وترجع لله عز وجل فيه خير، ممكن يزيد الكمية حتى الناس تزرع وصير عندها خير وخفف عنها من ناحية الاقتصادية وينتشر الخير ويتصدق الناس على الفقراء، قد يكون فيه خير. إذا إحنا لا ندري أين الخير يكون، لكن الله يجب أن نوقن أن الله عز وجل يعطي ويمنع لحكمة عنده ولأنه بعباده خبير بصير. فإحنا لما نسلم أمرنا لله نحن نكون مع الله عز وجل. الأمر الثالث أيضا من الفوائد والحكم لتأخر الأمطار أنه قد يكون لفت النظر للنعمة. إحنا الواحد لما عايشين في النعمة ما بنشعر فيها حتى نفقدها. لو إحنا طلبنا من كل واحد فينا بسمعنا الآن يغمض عينيه لمدة دقائق أو دقيقة أو قوم يمشي ومغمض عينيه، بتلاقيه فرفطت روحه مش قادر يغمض عينيه، شايف ليش؟ لأنه هذه نعمة البصر إحنا مش شعرين في قيمتها. شو يعني واحد يكون يعني الله عز وجل يبتليه ببصره؟ لذلك من ابتلاه الله عز وجل ببصره ليس له وثم صبر ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه ابتلاء مش سهل إطلاقا، وجزاء الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا نعمة البصر، تخيل إحنا الواحد عنده أولاده وممكن يكونوا مجننين ومرات بدعي عليهم ومش عارف إيش، هو مش شاعر بنعمة الأبناء، لكن لو يجلس مع واحد ربنا عز وجل ما أعطاه نعمة الأولاد بيشعر إنه قديش هي نعمة. لما الواحد يمشي عجريه لو يمرض شوي مش قادر يوقف عجريه بيعرف قديش نعمة الإجرين، نعمة الإيدين، نعمة السمع، نعمة التذوق. لو الواحد لما يرشح يبطل يشم، بطل يشم الروائح هذه الذين يبتلون ما بشم إشي من الروائح اللي حواليه، هذا نعم. إحنا لا ندري ولا نعرف قيمة النعمة حتى نفقدها أحيانا، فالله عز وجل قد يمنع عنا النعمة حتى نعرف قيمتها. فالله عز وجل لما يبعد المطر، إحنا لو والله بنزل المطر شيء طبيعي وبنزل بكثير وإحنا ما عندنا مشكلة فيه، بنشعرش بنعمة المطر، شيء طبيعي بحياتنا، زي تماما الشمس اللي بتطلع الصبح بتغرب آخر النهار، هذه نعمة عظيمة جدا بدونها ما بنعرف نعيش. فتخيل لو الشمس منعت عنا سيتها، بنشوف قديش هذا الأمر مصيبة وقديش كبير، وبنرجع لله سبحانه وتعالى. لكن الشمس ماشي لأنه في كون ماشي، لكن المطر كون أخره الله عز وجل ومنعه أحيانا لأنه الله سبحانه وتعالى بده إيانا نكون منتبهين لهذه النعمة فنشكر الله سبحانه وتعالى عليها. كيف نشكره؟ أن نقول الحمد لله. كيف نشكره؟ أن نخرج زكاة أموالنا. كيف نشكره؟ أن نتصدق بما يصدر عن هذه الأمطار. لما يطلع هذه الخضرة، أنا الخضرة بدل ما كيلو بندورة توصل 10 و12 و13 شيكل بصير كيلو بندورة بشكلين وبثلاثة شيكل، والله بيفتحها على الجميع. هذا مش تيسير على الناس. لما أنا من خلال الأمطار هذه الناس محاصيلها بتزيد وزكاة أموالها بتزيد وخيرها بتزيد والرخاء بتزيد، حتى الأمراض هذه المنتشرة بالجو كله بروح، كله من وراء المطر. فإحنا بنعرف نستشعر
نستشعر قيمة المطر فنقول لله الحمد لله يا رب، نقولها بقلوبنا، نقولها بألسنتنا، ونقولها بأفعالنا. وأهم شيء أنه نخرج زكاة أموالنا زي ما ربنا تكرم علينا، نتكرم على الناس بأموالنا، مش نوكل حق الناس، اللي ماكل حق أخته، واللي ماكل حق مرته، واللي ماكل حق عمته، واللي ماكل حق ابنه، واللي ماكل حق أبوه، واللي مضيع أبوه، واللي بصرفش على أبوه. بتلاقي المحكمة فيها قضايا، الأب بيرفع قضية نفقة على أولاده، ولا الأولاد الصغار بيرفعوا قضية نفقة على أبوهم، الكل مقصر وبوكلوا حقهم، ولا الأخت اللي بتيجي أخوها أجبرها تتنازل عن حقها بالميراث ولا بقاطعها. هذا أكل أموال الناس بالباطل، هو سبب لعدم استجابة الدعاء، وهو سبب لأن يمنع الله عز وجل عنا الغيث والقطرة، أو يؤخره علينا حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع من الفوائد أو الحكم، وهي آخر واحدة ممكن نحكي فيها، إنه حتى نلجأ إلى الله، لأنه ربنا عز وجل بحب مرات يأخر عنا الخير حتى يسمعنا وإحنا بندعو، لأنه الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. ربنا بحب إنه نرفع إيدينا إليه ما ننساهوش، فلذلك بتلاقيه مرات شغلات بنحبها بأخرها. ليش؟ بده إياك توقف في الليل تقول يا رب أعطيني كذا، يا رب ارزقني الولد، يا رب ارزقني المال، يا رب اقضي عني الدين، يا رب يسر لي سفري، يا رب يسر لي عملي، يا رب نجحني في الامتحان، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب اجعلني ارزقني بيتا صالحا. فانت هذه الحاجات تجعلك تلجأ الى الله سبحانه وتعالى تظهر حاجتك. كذلك تأخر المطر، الله عز وجل بده الأمة كلها ترجع له وتقول يا مغيث أغثنا، يا رحمن أغثنا، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. بده ايانا شوفنا ندعو. لكن للأسف الشديد يا إخوة، انه احنا هل استفدنا من هذه الحكم؟ ربنا ايضا بأخر المطر حتى نرجع اليه ونبعد عن المعاصي، لانه بحبنا، بده ايش نضلنا نعصي. لكن للأسف الشديد طلع حالنا بأخر المطر والناس مش كلكاني، بأخر المطر والناس نازله في المعاصي وفي الزنا وفي الربا وفي شرب الخمور وانتشار المخدرات وكل هذه المشاكل والتبرج والسفور، كل هذه المشاكل اللي احنا بنحكي عنها. وبالاخر احنا بنقول يا رب ليش تمنع عنا المطر، ليش تأخر عنا المطر؟ طب خلينا نرجع نراجع انفسنا، ليش بنقول يا رب انت اللي اخرت عنا المطر؟ ليش بنقول احنا اللي احنا ربنا عز وجل ينزل رحمته وبده يرحمنا وربنا عز وجل بحبنا، لكن احنا هل بادلنا هذا الحب بانه نحبه؟ هل بادلنا هذه الرحمه بانه نعمل اعمال نستجلب به رحمه الله سبحانه وتعالى؟ هذا اللي بنساله. كيف احنا بدنا نعصي ربنا وبالاخر بنقول يا ربنا بدك ترزقنا وبدك ترحمنا وبدك تعطينا؟ لذلك احنا لازم نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، وهون النقطه اللي احنا بنحكي عنها انه بعاد. الامر الثاني انه حقيقه ربنا عز وجل بده يلفت انتباهنا للنعمه، التفتنا للنعمه اللي احنا عايشينها، وربنا سبحانه وتعالى بده اياه نلجا له. هل لجأنا له؟ يعني ليش احنا كنا بنحكي عن موضوع انحباس المطر، لما ينادوا في انه في صلاه استسقاء، كم واحد اللي بيجي على صلاه الاستسقاء؟ بيبقى الواحد محله على باب المسجد او هو قريب من المسجد وما عندوش لا شغله ولا عمله او حتى وكذا، ولا ياتي الى صلاه الاستسقاء. طب ليش؟ لماذا لا نلجأ الى الله؟ لهذا شرعت صلاه الاستسقاء. اين الناس؟ الناس بتقول لك ربنا أخر المطر ومعاصينا، طب احنا رجعنا إلى الله، رحنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة لازم إنه نستشعر إنه قديش احنا بحاجة الله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله. والقضية في صلاة الاستسقاء صحيح، لكن لا يشترط صلاة الاستسقاء أن تكون دائما جماعة ويدعوا لها مثلا وزارة الأوقاف ولا غيرها، ممكن إمام في مسجد يصلي صلاة الاستسقاء، ممكن أنت في بيتك ترفع يديك للسماء. كان الناس يعني عندما يشكون الغيث والمطر، وفي بعض الروايات مرت عن هذا، كان أحدهم لا يعرف الإنسان الناس اسمه، يقف في أستار الكعبة ويقول اللهم أقسمت عليك أن تنزل عنا الغيث، فينزل الغيث ويسقى الناس بدعاء أحدهم من الصالحين الأخفياء الأتقياء الأنقياء الذين لا يعرفهم الناس، إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، عند الله عظيم، عند الله كبير، عند الله له قيمة، ولو أقسم على الله لأبره. مثل هؤلاء الناس ممكن تكون أنت أو أنت، ارفع يديك بالليل وقول يا رب أغثنا، يا رب اسقنا الغيث. ما حد يقول السلا خلص اجى المطر، لا ليش لا، ممكن هذا المخفض يجي ممكن بكره ينزاح وروح على منطقه تانية، ممكن هذا يجي وبعده تقعد شهر برضه ما يجيش بعده مطر. لذلك احنا دائما لازم نكون مع الله سبحانه وتعالى، نحمده ونساله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوة هو الذي كنا نريد أن نوصله، أن علم الأرصاد الجوية وعلم قائم، لكن الذي يتحكم بقواعد هذه الأرصاد والمناخات هو الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده وكل شيء لحكمة من عنده، وأن كل ما يصيبنا في هذه الدنيا هو بناء على ما اقترفت أيدينا، فالله عز وجل يحذرنا وينبهنا ويريد منا أن نعود إليه، ولا نقارن أنفسنا بالكفار، لأن هؤلاء ليس بعد الكفر ذنب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
وكذا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لذلك يا إخوة المنقول إحنا ليس فتح الدنيا دلالة على رضا الله عز وجل، وليس أن تضيق الدنيا على الناس دلالة على غضب الله، لكن أحيانا يكون هي عقاب أو إنذار أو تحذير من الله حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى. هيك إحنا بنكون يعني أسأل الله أنه قدرنا نحتوي هذا الموضوع وهذا القضية اللي إحنا بنطرحها، موضوع الاستسقاء. إحنا في الحلقة الجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى راح نطرح موضوع مهم جدا طلبوه بعض الإخوة أنه نتكلم عنه في إحدى حلقاتنا، واليوم راح نحكي عنه، اللي هو موضوع أنه بعض الناس يبتلوا بأمراض مزمنة، إنسان عنده سكر، عنده ضغط أو ما شابه ذلك من هذه الأمراض، أو ممكن أن يبتلى بعيب خلقي من في جسده، ممكن من مع الولادة، أو ممكن تعرض لحادث سير أو لحادث معين في حياته فأصاب إنه ممكن ينعمي، ممكن يفقد عين، ممكن يفقد إيد، ممكن يفقد إجر، ممكن يفقد إشي في جسمه. هل هذا له أثر في اختيارات الزواج؟ وهؤلاء يعني الذين يبتلوا بأمر خارج عن إيديهم وخارج عن 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 يعني إرادتهم، أليس لهم الحق في إقامة أسرة وحياة زوجية؟ يعني كيف نتعامل معهم؟ ليش ربنا، وبعض الناس بيقول لك ليش ربنا عمل معهم هيك اصلا؟ يعني أليس هذا من الظلم انه نحن نعمل معه هيك؟ ما هي العيوب المؤثرة؟ يعني هذا سؤال احنا طرحناه برضه، انه شو العيوب المؤثرة؟ هل كل العيوب مؤثرة في موضوع الزواج وكذا، ولا لا في بعضها يمكن نتقبلها وبعضها لا يمكن نتقبله؟ مثل هذه الامور احنا طرحناها في سؤال تفاعلي، ارجو التفاعل معه، راح يكون عنواننا وحلقتنا للاسبوع الجاي، اللي أسأل الله عز وجل أن نلقاكم فيها على خير، وأن يكون الغيث قد نزل علينا، لا نملك في نهاية إلا أن ندعو الله عز وجل. وأمنوا معي، يقولوا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا من أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الفرد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا ربنا أن تسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا مغيث أغثنا. اللهم من أجل بهائم رتع، ومن أجل شيوخ ركع، ومن أجل أطفال رضع، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. إن رحمتك قريب من المحسنين، اللهم اجعل رحمتك قريبة منا، واشملنا برحمتك، ولا تؤخذنا بما فعلنا ولا بما كسبت أيدينا، ولا تعذبنا بذنوبنا ومعاصينا، إنك قريب مجيب الدعاء، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الختام يا إخوة لا يسعني إلا أن أشكر رعاة هذا البرنامج، الإخوة في البنك الإسلامي الفلسطيني، والإخوة في كيندا ماركت سوبر ماركت شاهد إخوان، جزاهم الله جميعا كل خير عنا وعن أهلنا وشعبنا وأمتنا. وكذلك نشكر الأخ عبد الله عارف في متابعة الصوت والهندسة الصوتية، الأخ علاء الجلاد في المتابعة الإلكترونية، والأخ مجد حسين في متابعة التصوير ومتابعة البث، والمخرج الكبير معنا دائما الأخ براء عمر الذي يتابعنا في كل خطوة. أشكر لكم أيها الإخوة والأخوات استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم وتفاعلكم معنا، فهذا البرنامج منكم وإليكم، ولا يكون ولا يقوم إلا بكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله، إلى لقاء آخر يوم الثلاثاء القادم، انتظرونا في نفس الموعد مع حلقة جديدة. أنا محدثكم الشيخ عمار مناع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سؤال ومتحير، بالك مشغول وتعبان، أنا عندي الحل لا ما تفكر، اسألنا انت السؤال، راح نرد عليك والجواب بإيديك، عالقصد تبعنا عالفجر أفقامنا.